أخبار اليوم. التخفيضات ونسبها وأسعارها وما إلى ذلك. التخفيضات هتيجي في نوعين. نوع هتبقى سلع لها أسعار هي حدود قصوى، يعني مش هيبقى فيه أعلى من كده. واللسة ديت هتعلنها وزارة التموين والتجارة الداخلية وهتكون جاهزة، يعني ممكن مع الأستاذ محمود دياب هتكون موجودة. الأسعار ديت هتكون الحد الأقصى اللي موجود في كل المعارض لمجموعة من السلع الأساسية، وهتلتزم شركاتنا، شركات التابعة لشركة قطر للصناعات الغذائية، شركات الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية وبعض العارضين من القطاع الخاص، إن في كل المعارض كان موجود بالسعر ده. يعني مثلا على سبيل المثال لما هقول إن التوابل هيكون سعر الكيلو بحد أقصى 20 جنيه، يبقى هيبقى بحد أقصى 20 جنيه في كل مكان، والرقم ده رقم جيد جدا. جايز عارض من العارضين يكون عنده قدرة إنه يعمل حاجة أفضل، أهلاً وسهلاً، أو يدي عروض، لأن العروض ما هياش نسب تخفيض، ممكن العروض ده بيدي حاجة مع حاجة، بيدي بيجمع حاجات مع بعض، في طرق مختلفة لعملية العرض، إنما ده بيكون الحد الأقصى. هتعلن هذه القائمة، وهي قائمة هتكون موجودة في كل مصر. أيضاً إحنا بنتكلم على إن سلعة الرز واللي حضرتك أثرته من إن سلعة الرز يكون فيه عمل يضمن وجودها لفترة طويلة. أولاً اللي حصل في الرز هو أمر عارض، أمر عارض وارد الحدوث، لكن إيه اللي إحنا بنعمله وهنعمله؟ إحنا دلوقتي بنطرحه في كل المنافس اللي موجودة بأربعة اتنين ونص، لكن مصر قدرت خلال السنة دي تكون طاقات تخزين قوامها 2.5 مليون طن فانش في شهور، وبيتم افتتاحها الآن. 2.5 مليون طن ده هيمكننا ان نستخدم هذه الطاقات التخزينية للرز وغيره. وتم التنسيق في مجلس الوزراء لإعطاء قدرات مالية لهيئة السلع التموينية انها تدخل كمشتري مع بداية موسم الحصاد في نهاية شهر 7 او بداية شهر 8، ان هي تدخل كمشتري بكميات كبيرة جدا تفوق 1 مليون طن، وتبدا هذه الكميات تضرب في اضارب القطاع العام والقطاع الخاص علشان يتم توريدها تباعا ويبقى باستمرار عندنا. ده افتكر ان كان من سنتين في مشكله في ارتفاع اسعار الدواجن واحنا قدرنا نسيطر عليها ونخليها تحدود 20 جنيه دلوقتي، وده رقم ما كانش موجود من سنتين. افتكر ان كان في مبادره اسمها بلاها لحمه، وقدرنا ان احنا نعمل صفقه كبيره مع السودان 800,000 راس بنعرض فيها لقوم اللي أشارت إليها الزميلة في جريدة الوقت ما بين 50 أو الأستاذة الاقتصادية ما بين 50 و60 جنيه. اللي ب 60 جنيه دي معبأة ومغلفة، واللي موجودة بشكل معروض ب 50 جنيه، وقدرنا نعمل ده ووفرناه. كنا في فترة بنقول موجودة ومش موجودة دلوقتي بكميات كبيرة، لدرجة إن إحنا بنعطي جزارة القطاع الخاص. كان في فترة في أزمة الزيت ومش موجودة، وقدرنا إن إحنا نعمل مخزون كامل للزيت في محطة المكس، عملناه وعدنا بيه ونفذناه 72,000 طن، واستخدمنا طاقات التخزين اللي موجودة في شركات القطاع العام علشان تكون مخزن كبير موجود وبنضخ بيه وبنوسع الطاقات، ومعانا أيضا القطاع الخاص. اتفقنا مع مضارب القطاع الخاص في الأرز أول امبارح يوم السبت، اتفقنا معاهم أكثر من 500 مضرب خاص، كل واحد فيهم هيقوم بتوريد كمية في حدود 50 طن رز في الفترة دي، وبدأوا بالفعل في التوريدات وفقا لهذا الاتفاق معاهم، وهتكون بالأسعار اللي احنا بنطرحها أيضا. وبالتالي التعاون مستمر للتعامل اللحظي مع الأمر، ثم بناء طاقة تخزينية وقد تم، ثم التعامل معاها أمانية. بالنسبة للسؤال عن إن 27 معرض، أنا أعتقد إن شريك بيه لما اتكلم قال 27 محافظة مش 27 معرض، يعني في معارض في 27 محافظة. يصح إن في محافظات فيها 3 و4 و5 مواقع موجودين، وعلى فكرة إحنا بقارن ده بلا شيء، فإن إحنا نمشي خطوة. ودايما يعني أنا اتعودت بقى أستوعب ده، إن إحنا لما بنمشي خطوة الناس بتسأل عن خطوتين ثلاثة اللي بعدها، ما بيقارنوش ده باللي كان موجود، إن لما يبقى مفيش ونوصل حتى ل 27 فدي خطوة، إنما إحنا حتى مش 27، إحنا
في 27 محافظة. جايز نكون محتاجين أكتر وارد، هنحاول نعمل أكتر أكيد. في كل حاجة إحنا بنتحرك فيها بنوصل المواطن للحد الأدنى اللي ما يقبلش أقل منه. أنا يمكن كنت في حديث مع أحد الإعلاميين وبيقول لي أنت دلعت المواطن. بيقول لي أنت كده المواطن يعني ما كانش لازم تدينه كل الكلام ده. أنا قلت له ومصر على ده أن المواطن من حقه، من حقه علينا، مش هم بس اللي ياخدوا السلع المميزة والمواطن يجيب له درجة تانية، غير مأهول، غير مأهول على الإطلاق. وهو ده اللي إحنا بنتحرك فيه، إن لما أجيب للمواطن سلع جيدة وسلع مناسبة من أحسن شركات في العالم، المواطن ده برضه درجة أولى زي ما السلع دي درجة أولى. مش معنى إن أنا بديله سلع في منظومة تموينية إنها تكون درجة تانية أو درجة تالتة، غير مقبول، لأن ده حق المواطن والتزامنا، بصرف النظر عن من يرى أن المواطن لازم ندخل له بمدخل يعني على قده، ده قده كبير قوي وهو يستحق أكتر من كده. وأنا بقول وبكرر إن إحنا حتى هذه اللحظة ما حققناش اللي المفروض يتحقق للمواطن، لأننا بادئين من نقطة متأخرة جدا. إحنا جرينا ومشينا بسرعة، لكن قدامنا مشوار لسه هنمشي مع بعض إن شاء الله، مشوار طويل. ما بقولش إن إحنا وصلنا إلى المستوى الأعلى للرفاهية، لكن إحنا في كل خطوة بنمشي وبنكسب نقطة قدام مع المواطن، وبنقول للمواطن ما ترضاش بأقل من كده. اللي وصلت له النهاردة لما عملنا منظومات التموين ومنظومات كذا، إحنا وصلنا المستوى نبني عليه فوق، بس ده يبقى الحد الأدنى. وغير مقبول إن حد يبدأ يتكلم على إنه رجعنا تاني لورا، نلغي نقاط الخبز. يعني لما تيجي دعوة يعني ليه بتدي المواطن اللي وفر عيش ما ياخدش نقط؟ خلاص وفر العيش وما ياخدش حاجة، ازاي؟ ازاي؟ ده احنا الفكرة اللي عملناها دي فرجت على أسر كتيرة وادتهم فرص كتيرة انها تساعدهم على أعباء الحياة وأعباء المعيشة. لما يقول السلع تنوعت، من حق الأسرة المصرية انها تاخد سلع مختلفة. لما تشوف رب الأسرة المصرية وهو كل أول شهر بيفكر ازاي هيجيب مستلزمات بيته، مستلزمات بيته مش ثلاث سلع بس. فانا بأؤكد دايما ان احنا لازم نكون موجودين مع المواطن بالاحسن وبالافضل وبالاجود وبالاكثر، الى ان يصل المواطن المصري باذن الله الى مستوى يليق بيه.